مطحونين فيه أكيد بسبب مرحلة ما قبل التوقف، محتاجين أكيد نتائج أحسن في أكيد مرحلة اللي بعد التوقف. عايز أعرف منك إزاي استغلته الفترة دي؟ كابتن ضياء السيد استغل الفترة دي في التمرين في القوة البدنية وكده، وعملنا كذا ماتش ودي، حتى لسه كان آخر ماتش النهاردة. يعني اشتغل في الناحية اللي هي البدنية، وإن احنا إزاي نرجع اللعيبة كلها حتى اللي بعيد عن المباريات وكده، يبقى يرجع ويبقى موجود معانا في الصورة. طيب انتوا قبل التوقف كان في ماتشات عاملين فيها اداء كويس، لكن النتائج في الاخر ما خدمتش قوي، فحتى الترتيب اتاخر شويه بعد ما كنت طول الوقت خلاص على بعد نقطتين ثلاثه من المربع الذهبي. ايه المشكله اللي كانت موجوده في الفرقه؟ مفيش، المشكله كلها في الضغوطات اللي كانت بتاعت المباريات. يعني في تلاقي مباريات كل يومين، كل 3 ايام، تلاقي قعدت شهر ما بتلعبش، فكان دي سبب من الاسباب. يعني اللي هو في اجهاد، ما في فتره انت بعيد خالص عن الماتشات، مش متظبطه مفهوم. عملت مواسم حلوه مع الجونه، وسيراميك كليوباترا لما صعد الدوري الممتاز لاول مره بقى باصص للعيبه اللي ممكن تخدم افكاره من الممتاز نفسه، فكان الاختيار لخالد صبحي. خالد صبحي نفسه ازاي وافق انه يختار فريق حتى لو كان اسم يعني مؤسسه كبيره، لكن لسه بيصعد للممتاز لاول مره؟ انا من اول مره لما قعدت مع مستر معتز واستاذ طارق ابو العينين، حسيت ان هم يعني في المنظومه دي عايزه تعمل حاجه. يعني نفس الاحساس اللي انا كنت لما رحت الجونه، برضو نفس الكلام، كنت قاعد مع مستر نادر شوي، ايوه، ومستر حسام الزناتي، فحسيت ان يعني لما تقعد مع حد حاسس ان في المنظومه دي ناويه تعمل حاجه، يعني ناويه ان هي تشتغل وعارفه هم بيقولوا ايه وهيعملوا ايه وهيوصلوا اللي هم بيقولوا ده. فحسيت ان انا مرتاح ان انا انضم لسيراميكا كليوباترا. فكانت خطوه كويسه الحمد لله، انا مبسوط بيها جدا لحد النهارده. لقيت لما دخلت اللي انت كنت متوقعه اللي بناء عليه خدت القرار، الاجواء نفسها مريحه بالنسبه لك كلاعب؟ جدا، ما حسيتش ان انا مشيت من الجونه رحت مكان جديد خدت فتره على، لا ده انا دخلت، يمكن انا داخل برضو متاخر، مش مع بدايه فتره الاعداد، لا حسيت ان انا في مكان موجود في بيتي، يعني مفيش اي حاجه مختلفه. يعني الصفقات اللي عملها النادي كانت من الاسباب اللي خلتك برضو تقبل بالعرض، يعني انه في لعيبه كتير جايين من انديه مختلفه ما بين صفقات او اعارات، ده كان سبب من اسباب الموافقه؟ اكيد طبعا، برضو انت بتشوف السكواد اللي موجود ايه، يعني في صفقات كبيره جدا وما شاء الله لعيبه كبار جدا، فبرضو بتبدا تبص للكلام ده، لا الناس دي فعلا قد كلامها اللي قالوه. يمكن انا قعدت قبل ما يعلنوا عن، قعدت مع مستر معتز واستاذ طارق ابو العينين قبل ما يعلنوا عن اي اسامي، يعني مفيش اسماء خالص اعلنوا عليها. لا فعلا بقى حسيت الكلام ده، لان كنت برضو بخلص يعني مفاوضات مع الجونه، لا شفت ان هم جابوا اللعيبه دي يعني.